بيت الرعب، لا يمكن لأحد الدخول إليه دون إذن الإمبراطور. المدينة المحرمة. وسط العاصمة بكين تستقر المدينة المحرمة التي كانت سابقاً القصر الإمبراطوري لأسرتي مينغ وتشينغ في الجمهورية الشعبية الصينية. المدينة المحرمة بنيت في عهد الإمبراطور تشينغزو من أسرة مينغ، واستغرق بناؤها 16 عاماً. مدينة مستطيلة الشكل يبلغ طولها 961 متراً وعرضها 753 متراً. يحيط بها سور يبلغ ارتفاعه 10 أمتار وخندق مائي عرضه 52 متراً، يشكل قلعة محصنة. وللمدينة 4 بوابات مزودة بأبراج يبلغ ارتفاعها 27.5 متر. على مساحة 720 ألف متر مربع أقيمت المدينة وبنيت على يد مليون عامل مهاجر. تضم أكثر من 70 قصراً كبيراً وصغيراً و 9999 غرفة وفقاً للمسح الميداني للخبراء لعام 1973. عاش داخل هذه المدينة الضخمة 24 إمبراطوراً، بداية من عهد أسرة مينغ الذين سيطروا على حكم الصين لمدة 491 سنة. كان من الصعب التعرف على المكان الذي سينام فيه الإمبراطور كل ليلة، نظراً للعدد الكبير من الغرف، حيث كان يبدل الإمبراطور مكان النوم بشكل دائم رغم الحراسة الشديدة التي كان يخضع لها. كوارث متتالية جعلت المدينة مشؤومة. القصر الفخم الذي استخدم في بنائه طوب ذهبي ورخام وخشب زان تعرض لأول حوادثه بعد عام من انتهاء تدشينه، إذ اندلعت فيه النيران واحترقت القاعات الثلاث الأولى في عام 1421. لم يتم إعادة بنائها حتى عام 1440، وفي عام 1557 اشتعلت النيران في المدينة المحرمة مرة ثانية واحترقت القاعات الثلاث مرة أخرى، ولكن أعيد إعمارها بعد 4 سنوات، بعد 4 عقود تقريباً. بالتحديد في عام 1597 اشتعلت النيران في القاعات الثلاث للمرة الثالثة، والتهمت النيران القصور الثلاثة الخلفية ودمرتها بالكامل. لم يتم إعمارها إلا بعد 20 عاماً، بالتحديد في عام 1627. توالت حوادث الحرائق في المدينة الفخمة، خاصة مع استيلاء الجيوش المختلفة على بكين، إلى أن أعيد ترميمها في عام 1695. انهيار الإمبراطورية وبناء المتاحف الحضارية. بعد ثورة شنغهاي عام 1911 كان من المفترض أن يتم تأميم جميع القصور في المدينة المحرمة، لكن وفقاً لشروط المعاملة التفضيلية لأسرة تشينغ التي تمت صياغتها آنذاك، سمح للإمبراطور آنذاك بالبقاء مؤقتاً في القصر. انقلاب بكين. في عام 1924 حدث الانقلاب الذي قلب موازين الإمبراطور، حيث طرد الإمبراطور من القصر واستولى قادة الانقلاب على المدينة المحرمة. وفي عام 1925 أعلن إنشاء متحف القصر رسمياً وتم افتتاحه للعالم الخارجي. لماذا أطلق على قصور الإمبراطورية الصينية المدينة المحرمة؟ لم يطلق على المدينة المحرمة هذا الاسم حتى عام 1925 عقب اندلاع الحرب ضد اليابان على نطاق واسع في عام 1933. ومن أجل حماية الآثار الثقافية من التدمير بسبب الحرب أو النهب، قررت إدارة المتحف اعتماد استراتيجية نقل الآثار الثقافية، واختير 13,427 صندوقاً و64 حزمة من الآثار الثقافية والكتب والمحفوظات، وشحنت إلى شنغهاي على 5 دفعات، ثم إلى مستودع الآثار الثقافية في نانجينغ. وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 أجريت إصلاحات واسعة في النطاق للمدينة المحرمة، وتم فرز عدد كبير من الآثار الثقافية. وفي عام 1961
أصدر مجلس الدولة المدينة المحرمة كوحدة وطنية رئيسية لحماية الآثار الثقافية. في عام 1987 أدرجت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية يونسكو المدينة المحرمة ضمن لائحة التراث الثقافي العالمي. جرى تصنيفها على أنها متحف القصر. قبلة السياحة الأسيوية. مدينة المليون زائر. تستقبل المدينة المحرمة 15 مليون زائر سنوياً. تحتل المرتبة الأولى بين جميع المتاحف والتراث الثقافي في العالم. اليوم أصبحت المدينة القرمزية واحدة من أكبر المباني الخشبية القديمة وأكثرها محافظة في العالم. تضم المدينة نحو مليون قطعة من التحف الفنية النادرة، وأصبحت متحفاً شاملاً يجمع بين الفنون المعمارية القديمة والآثار الإمبراطورية والفنون القديمة الجديدة.